بإكستريم اليوم زميلنا أمين ديب راح يعرفنا أكثر مشاهدينا عن رياضة إلى جمهور كبير بلبنان وهي البنجي جامبينج، مع أنه كتار منا بيحكوا أنه بدهم يجربوها ولكن قليل اللي عندهم الجرأة. صحيح، بتصير بلبنان أو بغير كمان بلدان على مثل كأنه إيفانت، يعني بيعملوا إيفانت أو بيعملوا إيفانتس معينين بكون في بقلبهم بنجي جامبينج. شغل كثير بوبولر بالعالم لما نحكي عن البنجي جامبينج، مهم كثير نعرف شو تاريخها، نعرف بركي الحوادث اللي ممكن تجي معها، ونعرف انه هيك رياضات ما لازم ناخذهم ابدا بطريقه تكون بخفيه. البانجي جامبينج تاريخ كثير بركي قديم، لانه اذا بنرجع بالتاريخ وبنحكي وبنعمل ريسيرش عن البانجي جامبينج بنشوف انه بايام الاستك قبل وايام المكسيكيين القدماء كمان كانوا يختبروا الشجاعه تبعت رجالهم بانه يربطوا لهم حبال باجريهم ويكبون من محلات شاهقة، ويكون في محلات مثل البندلم افكت، يعني يكونوا بيعملوا سوينجينج ليشوفوا شجاعة هرجال. اكيد بالعصر الجديد انا بدي احكي بالسنة 1976 اللي اول مرة كان في بانجي جامبينج بالكورد بالالاستيك كورد اللي نحن بنعرفها، انعملت من قبل شخصين اللي هن ديفيد كيرك وسايمون كينينج من اوكسفورد يونيفرسيتي اوف دينجر سبورتس، والمفارقة بريطانيا يعني مظبوط، والمفارقة انه لا سوري بامريكا كانت بأمريكا. والمفارقة انه كانوا توقفوا دغري بعد ما عملوا الجامبينج من التاور، لانه البنجي جامبينج من التاور لانه كان مش قانوني تعمل هذا الشيء. صحيح، بعدين جربوا يعملوا هذا الشيء كثير بوبولر، يكونوا عم بينطوا من كل محلات، لبين ما استضافوهم بسنه 1982 ب بروجرام امريكاني مشهور كثير اسمه That's Incredible، وانا بعدني بتذكر البروجرام كنا نحضره. ايه، من برامجنا المفضله. من وقتها عملت بوم كثير كبيره من بامريكا، وبلشوا ينطوا على كل التاورز الموجودين، ونطوا من تور ايفل كمان وظهروا برا. هلا اليوم عده محاولات صارت لولا وعده اشخاص نطوا، يعني اذا في محاولات كثير هلا بنحكي عنها بس كثير مجنونه، يعني انا في واحد مثلا فات بالتاريخ تبع البنجي جامبينج اسمه كارديونيسيو، نط من علو 30 متر باستعمال 18500 كوندوم ربطوا ببعض. يعني العالم بتشوفه بتصير كل شيء رياضه او كل شيء معقول يصير بيطلع عليه اذا بدك اجتهادات كثير فظيعه. يعني التحدي مش بس بالارتفاع، التحدي كمان بشو بتستعمل. لا هو اذا بدنا نحكي بانجي جامبينج، كلمه بانجي اذا بدك تروح على الويست امريكان ويسترن لكسيك بتعني سوفت اند ثيك شيء هيك، ولكن كلمه بانجي كمان بلغه الكيوي بيعتبروا يعني الاستيك، وهذا الشيء المعمول منه البانجي جامبينج اللي هي عده لاتكس إذا بدك مكون لاتكس هيك مربوطين مع بعضهم، وبعدين من فوقهم كمان في مادة بتسهل عملية الباونسينج، هي it's all about bouncing. البانجي جامبينج إلى مرحلتين، الفري فول اللي بتحس فيها أنت ونازلة بلا ما تبلش الإلاستيك تعمل إلاستيستي تستعمل الإلاستيستي تبعيتها، وعندك الريباوند إفكت لما ترجع هيدي الإلاستيك تسحبك لفوق وترجع تعمل اكزاكتلي. اليوم صار هيدا مثل ما بتشوفي هلا البنجي جامبينج بهالمشاهد الحلوه من ورا شخص اسمه اي جي هاكت. اي جي هاكت هو بسنه 2006 عمل اول اذا بدك اول واعلى كوميرشال بنجي جامبينج بالعالم. في عندي فيديو محضره انا كرمال نشوف اللي هو بماكاو، قطع بكثير كمان مراحل، لانه اول شيء مطرح ما عمل السكاي جامب قريب كثير على الحيط تبع التاور، ف ما كانوا يعطوه اول شيء لايسنس وما فوتوه بالجينيس بوك كاكبر كوميرشال بانجي جامبينج، لانه ما كان عنده لايسنس، لانه كان تا يخفف البندلم افكت، لانه بجينيس بوك بيقيسوا قديش المدى نزول دغري. نعم. فليخفف البندلم افكت كان عامل ستيل كيبلز بنطوا معه ما بيخلي الواحد يعمل سوينجينج، فرجع نطتهم وكان عنده سيستم اسمه دي سيلريشن سيستم يلي ما بخلي يعمل ابسوربشن للسرعه بلا ما يكون عم بيعمل سوينجينج. هلا طور الموضوع وصار عم بنط ك بانجي جامبينج، اذا صار حاضر الفيديو بنشوفه سوا من ماكاو تاور باي اي جي. لا هيدا الفيديو، هذا الفيديو الثاني اللي حنشوفه فيديو مهضوم تتشوفوا واحد عم بيعمل بانجي جامبينج كيف بيعملوا معه برانك اصحابه. فاذا بيحضروا المشاهدين بيشوفوا بعد شوي شو رح يصير. هون من الاشياء اللي فينا ننط عليها، عم بنط عن بريدج، بتعرفي مثل ما قلت بانجي جامبينج نطوا هون كبوا له حبله وراه وقالوا له لا 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 مش هلا، ففكر هو انه الحبله انقطشت معه، فعملوا برانك
اتس فيري فاني للناس اللي بدهم يعملوا مأزية بس هالمسألة مأزية كثير، لأنه تصور واحد نازل وشايف حبل مقطوشة حد مفكر هو انقطشت الحبل معه، مش هيك للناس بدهم يروحوا يعملوا بانجي جامبينج يطلعوا كثير حواليهم يعرفوا إذا بدهم يعمل فيهم برانك. بالريسيرش بتشوفي عدة محلات عملوا برانكس كثير مهضومين، مثلا واحد وقفوه على بريدج رجعوا برموه حطوا له بول صغيرة من المي ونططوه إجا بقلب البول دغري، فأشياء مهضومة بتنعمل. هلأ لما نرجع نشوف الفيديو الثاني تبع الإيجي هاكت بنشوف قديش وسفير قديش هالرياضة ممكن تكون علوة. 233 مظبوط هذا الفيديو 233 متر مما بيجعلها أعلى كوميرشال بانجي جامبينج بالعالم. فيديو كتير حلو حبيت فيه قديش بروفيشنال، وهذه الشركة اللي هي إذا بتشوفي على ظهره مكتوب هاكت يلي هو نسبة ل AG هاكت يلي هو طور هيدي الرياضة، صف عندهم equipments خاصة فيهم الهاكت بيستعملوها من أجود أنه very professional حتى الكرو تبعهم، لكن وواقف إجر واحدة والإجر الثاني برا. هيدي بمكاو وعامل هو بيمتاز بالسكاي جامبس تبعوله السكاي جامبس اللي المنصة إذا بديك اللي بحطوها برا كرمال تقدر ليكي هني واقفين فيري برو. أكيد وسائل السلامة العامة مش حيلا حدا يعمل بانج جامبينج بحيلا إيفان بلا ما يكون عارف شو عم بصير. 233 متر يعني إذا نحن عم نتفرج بلاش يسرع قلبنا لك التحضير. طب لا سمح الله وسحبوا معه مربوط هيدا؟ لا مربوط أكيد أي. فركش او شيء اتس ان اكستريم بانجي جامبينج. انا برايي هذا الفيديو بحطه بخانه الاكستريم. شفتي قديش قريبين على ال أيه على هيدا بس السؤال بيطرح نفسه شو بيمنع انه هو البندل مفكت يروحها بالعكس هيدا ويضرب بالحيط، لانه هو كمان بنفس الوقت مع الالاستيك باند عنده تو ستيلز كورز مربوطين فيه ما بخلوه يروح شمال ويمين. اذا لاحظت اذا بتنطي عن بريدج بده يكون في بندل مفكت بده يكون في هذا السوينجينج، ولما يعملوها على البريدج بيعملوها لانه بيكون فاضي من الميلتين. بهيدي الحاله ما قدروا يعملوها، مش هيك قبل شوي كنت عم بقول لك انه ما كانوا عم بيعطوه لايسنس ليقدر يفوت ك ذا هايست بانجي جامبينج كوميرشال بانجي جامبينج بالعالم اكزاكتلي الا محل هيدا الموضوع. ما بتبين هون بالصوره بس في تو كوردز بينربطوا كمان فيه ما بيخلوه يروح لورا كرمال ما يضرب بالحياه وما بخلوه يقرب لقدام، لانه اذا قرب لقدام بده يرجع يروح لورا يضرب بس بالحياه. جامب من هالنوع او قفزه من هالنوع بتكون مدروسه يعني بكثير دقه بكل اكثر مشاكل بتصير يعني مش بس انه يلا بدنا نقي شيء كثير عالي ونط عنه. هذا اللي عم اقوله انا رياضه كثير خطره. كثير من الناس انا عامل بانجي جامبينج بلبنان وانا بعد عاملها من شي بركي 15 سنه بس بسال حالي انا انه لو هلا انا بعد كل الدراسات اللي صرت بعملها على السيفتي وان ات كمز تو سيفتي بقول هل يا ترى برجع بنط بالمكان اللي نطيت فيه؟ اكيد دفنتلي لا، لانه شو العوامل اللي ممكن تاثر؟ او اكثر انسيدنس بيصيروا هن ثلاثه. اول وحده ما بيعملوا ميجرمنتس للكورد، يعني ما بيحسبوا المسافه مع الالاستيسيتي تبعت الكورد قديش ممكن تعمل. في كثير من الشركة بيعملوها بعضهم از لونا بارك ايفنت، يعني بتروح على لونا بارك مثلا بتنطي بانجي جامبينج، هي لازم تكون مدروسه اكثر من هيك. تاني حادث بتصير هي الروب لما يلف يو كان لوز ان ارم، يو كان بكل بساطه لما يعمل ريباوند الواحد يطلع ويلف الحبل. هون بتيجي نوعيه الحبل اللي عم بيستعملوه الناس. في كثير حبال بتلف لما تطلع مش بنفس الطريقه، يعني اليوم كمان بتعرفي هلا يمكن اكثر شيء بخافوا منه الناس انه ينقطش الحبل. هل في هيدي الحالة التالتة صارت؟ كان عندي فيديو بدي فرجيه بس اتس فيري جرافيك صراحه ما فرجيته. صارت يعني بتصير كثير، هي ثالث عامل بيصير بينقطش الحبل او بتفك المحل الرابطينه بالاجر. كمان هون بيعود لا اذا بدك احتراف اللي عم بينظموا. مشان هيك وقتها نحكي وقتها تعملي حيلا ريسيرش عن بانجي جامبينج هو الرائد الشركه هي الرائده بالعالم يلي عندهم وين ما كان هي الهاكت يلي عندها اكثر ناس يلي هلا عم نشوفهم هلا مشهورين بمنصاتهم مشهورين بالاكويبمنتس اللي عندهم اياهم ومشهورين بالمحلات اللي بيختارون كرمال يخلوا العالم يعيشوا هذا الاكسبيرينس. بلاس فيغاس كمان عندهم منصه بستراتوسفير اوتيل اذا بتعرفيه انت بتعرف فيغاس اي بس على اخر لا قديم على اخر الستريب في واحد مثل ستراتوسفير هو اوتيل من اول الاوتيلات اللي طلعوا كمان بيعملوا هنيك عندهم منصه كثير حلوه وبيعملوا بتعرف الارتفاعات بتختلف. اليوم في ناس نطوا على علو 2200 متر حتى في واحد نط من الهليكوبتر على 2200 متر رجع عن جبر يعمل لاندينج لما عمل ريباوند يفتح باراشوت ويفك
يعني في لها جمع عدة اكستريم سبورتس مع بعض. مشان هيك مزبوط، مشان هيك العالم بقول لك بروحوا كثير، في اجتهادات كثير بكل رياضة ممكن نعملها. بركي منفرجي نحن البيزكس تبعولها، منوعي العالم على كل رياضة عم قولها انه اليوم مطرح ما تشوفوا هيدا الرياضات بتنعمل، دايما فكروا باكستريم بام تي في الايف بالام تي في، انه دايما بيقولوا لنا لا في جايد لاينز، في سيفتي، في ستاندرز. فكروا بالاسئله اللي لازم يطرحوها، مش حيلا مكان بيعرض هالرياضه بيقدروا يعملوها. الاسئله اللي ممكن اسالها، هل يا ترى الناس اللي انا عم نط معهم هن سيرتيفايد؟ هل يا ترى بيتبعوا اسس للسلامه العامه؟ هل يا ترى عندهم كتاب بيشرح انه شو السلامه العامه؟ بتطلع فيجولي بحاله الاكويبمنتس اللي عم بيستعملوها، يعني اذا بشوف الكورد منه حاله مضبوطه. انا مره صارت معي فيجولي، يعني لما نكون عم نشوف التيم اذا كتير برو مثل ما عم نشوف هون، بتسالوا حالكم هالاسئله وبتاخذوا القرار. بدي اذكر بس لما كتير من اللبنانيه قديش بروحوا على فيكيشنز بيجروا بيعملوا كتير رياضات اكستريم، للاسف بكون في نسبه حوادث كتير عاليه لانه بيكونوا عم بيعملوها از مناطق سياحيه، هون اكيد سياحي. ما بنلاقي هالاحترافيه يعني العاليه، التيمز بيكونوا محترفين. صحيح، بس جربوا البنجي جامبينج وكل رياضه انا بنعملها باكستريم، يو هاف تو دو ات ات ليست وان تايم. قد ايه برايك فينا على اي ارتفاع ما نتكسر اذا الكوميرشال عندك من على الارض؟ لا ما في، ما بدك تنطي خلص. فيك اذا بدك هون على الدرجه، في درجه فيك تعمل حلقه بنجي جامبينج ولا يلا شباب هلا بالبلد. ولكن كوميرشال عم نحكي من 70 متر لحد 233 مثل ما شفنا. ولكن في اماكن ممكن نوثق فيها هون بلبنان، لانه بعرف في عده محلات في ايفنتس بينعملوا. لا اكيد، نعم. في كثير شركة بتعمل ريكريشن بلبنان، عم بحكي شركة متخصصه بهذا الموضوع. ما في شيء بلبنان ما في منه اذا بدك دتو اكستريمز، في ناس بس اكيد كتير مش بمدينه الملاهي او باماكن. انا بفضل ما نعملها بهالمحلات، بفضل ما نعملها بمحل هيك ايفنتات معينه مثل. ثانك يو امين، اخبارك حلوه وكثير مهم انه عم تفكر بهالمواضيع حتى توعي بالقليله هالجيل الجديد، كثير متحمس على هالنوع من الرياضات انه ينتبهوا منيح. هذا نايس ويك اند لك ولكل المشاهدين. ولك كمان. وقفه مشاهدينا، ومن بعدها رح نرجع لجيسي خوري اللي عندها موعد مع باتس لهالاسبوع.